بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، هنتكلم تحت العنوان Importing Slides from Microsoft PowerPoint. هنتكلم عن Importing للسلايدز يا جماعة، سلسلة الحلقات اللي جاية دي، تمام؟ إزاي بقى أنا ببتدي أعمل Importing للسلايد في من PowerPoint جوه الستوري لاين، والستوري لاين بيدعم Importing بشكل جميل جدا وبشكل رائع جدا يعني، تمام؟ طيب خلونا الأول كده نجهز ملف الباوربوينت اللي احنا هنعمل له امبورتيشن. الملف يا جماعه بصوا، من هو في 4 سلايدز، وفي على فكره في لينكات، يعني نيكست ده عباره عن لينك، كما ان الناس تاخد بالها من ان في نوت من تحت سلايد نمبر 1، وديت فيها نوت سلايد نمبر 2، وديت سلايد نمبر 3، وديت سلايد نمبر 4، واخدين ستايل وفيهم لينكات، واخدين اكشنز يعني، تمام؟ يعني لو انا عملت مثلا F5 عشان نعرضه البرزنتيشن، نيكست ديت هتوديني نيكست ونيكست وبريفيوس شغالين يا جماعه، نيكست ونيكست وبريفيوس كلهم شغالين، تمام؟ ونيجوا بقى نشوفوا احنا نعمله امبورتيشن ازاي. طيب جميل، من قائمه فايل شوفوا هو بيعملها ازاي، يعني امبورت، وبروح على باور بوينت وعمل لوكيشن لوكيتنج لملف الباور بوينت بتاعي، والاكستنشنز طبعا بي بي تي اكس بيدعم اوفيس 2007 10 13 16 وانت ماشي، بي بي تي 2003 واكستنشنز مختلفه يعني، تمام؟ وايه نعمل هو بين، هو هياخد له فتره قليله او هياخد فتره بيعمل ريدنج للباور بوينت بروجكت، يفتح لك كل الـ الاجزاء السلايدز اللي موجوده في الباور بوينت بتاعك. طيب امبورت فروم، انا اعملك امبورت من فين المسار. طيب الحاجات اللي عليها البوردة الازرق ديت سيلكتد، لو انت مش عايزها تبقى سيلكتد هتضغط عليها، كمان انت ممكن تعمل سيلكت اول سيلكت نان، مش عايز حاجه خالص اور سيلكت اول، بعدها بتعمل سيلكت اول بتبتدي تعمل انسيرت نفس المشهد نيو سين ولا كارنت سين اللي انا موجود فيه، السين اللي انا موجود فيه ده اسميه لك ايه اسمه، ممكن طبعا تغيره. طب اخلص الامر واعمل امبورت، خلاص اوكي. وبعد ما تخلص الامر انت وتعمل امبورت، هو هياخد شويه وقت في انه هو يدرج الميديا ديت. يا جماعه هو ابتدي يعمل امبورتنج، بيعمل امبورتنج للنوتس، وبيعمل امبورتنج للهايبر ميديا، وبيعمل امبورتنج للنصوص، وبيعمل امبورتنج للجرافيكس، وبيعمل امبورتنج لكل حاجه. تحس كاني انت جوه ارتكويت ستوري لاين بنسبه كبيره، كانك موجود جوه البرنامج اللي هو معمول بالباوربوينت، فتحس انه هو واخد الارضيه بتاعت الباوربوينت بشكل كامل يعني. يا جماعه ده من ضمن النقط الجميله خالص. لحين ما يعمل امبورتيشن، نظره سريعه على البرنامج بتاع الباوربوينت، ادرجنا الانتراكشن ديت من نيكست يا جماعه، رحت عاملين اكشن، الاكشنز قائمه الاكشن ديت من ضمن النقط الجميله خالص اللي ضافت في على ما اظن في 2007 في الاصدارات من 2007 وانت وطالع، قلت له والله هايبر لينك تو نيكست سلايد، بالنسبه للبريفيوس نفس الفكره، هتقول له والله من اكشن هايبر لينك تو بريفيوس سلايد، وتسيبه هو يعيش اللحظه مع نفسه. اما بالنسبه لقصه النوتس، فدي النوتس اللي بتظهر عشان تدرج تعليقات من قائمه فيو، ممكن انت تعرض النوت سبيس، هخلي لك القصه بقت نص سلايد ونص نوت لو انت كنت بتدرج تدوينات يعني مهمه او كده. طيب انا هنقول له والله سيف ونشوفه اللي حصل، تمام يا جماعه؟ اللي حصل تقريبا، علشان طبعا الاختلاف في المساحات ما بين المساحه بتاعت البروجكت بتاع الباوربوينت والمساحه بتاعت البروجكت اللي انا شغال عليها في ستوري لاين، هو اللي عمل لي اخلال بالجانب الجرافيك ده يا جماعه. طيب سي، انا اللي يهمني في القصه ديت ان هو عمل لي سين جديد، سموه لي بنفس الاسم بتاع الباوربوينت فايل، الملف بتاع الباوربوينت اللي انا عملت له امبورتيشن ده. الجانب الثاني اخذنا بالنا من التريجرز يا جماعه، ادي الاثنين تريجرز نيكست وبريف وبريفيوس، كل واحده من دول واخده تريجر، ادي نيكست وبريفيوس، وده واخد تريجر واحد بس. اخذنا بالنا من ان هو بيعمل امبورتنج، بيبتدي يعمل لي امبورتنج برضه للتريجرز. يعني ايه؟ يعني بص، النيكست ده لو انا وقفت عليها الاقيه واخد جامب تو نيكست سلايد، واخد تريجر هو لنفسه، كما اني بص ممكن اعمل مونتاج عليه جاست كاني انا موجود، وكانه هو اساسا بلت ان ومتصمم جوه برنامج الارتكوليت ستوري لاين، ولا كانه معمول امبورتيشن من مثلا برنامج الباور بوينت، تحس كان هو بلت ان فيه. والجانب الجميل خلاص، لو انا كنت معلي على النوت
لو انا كنت مشغل النوتس ف واضح ان هي ما ادرجت ليش النوتس بتاعتي، او لا هي ادرجتها بس هي واخده اللون الابيض يا جماعه. حتى لو انا كنت اخترت لون تاني، ده سلايد التالتة، لو انا وقفت، لو كنت واقف عليها، لو انا برضو واقف هنا وعليت اللون سلايد نمبر 4، نفس الفكره بتاعت النوتس اللي كانت موجوده. يعني هو بيعمل امبورتيشن لملف الباوربوينت بشكل كامل يعني، او بشكل شبه كامل، تحس بان هو دعم كامل للجانب ديت بكل مكوناته. ديت واحده من ضمن النقط الجميله جدا اللي ممكن تساعدك لو انت كان اوريدي عندك ماتيريال مادة علميه من باوربوينت، او لو انت كنت مثلا مرتاح في تصميم جزئيه معينه على الباوربوينت. بس بالله يا جماعه يا ريت ناخد بالنا من قصه السايزز، المقاسات ما بين البروجكت اللي احنا شغالين عليه في ارتوكليت، وما بين السلايد بتاع الباوربوينت، وما بين العناصر، عشان ما تبكسلش وكده. ده الجانب الخاص بالامبورتنج سلايد فروم مايكروسوفت باوربوينت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.